بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم جميعا، ورحب فيكم اخواني واخواتي في هذا المقرر، مقرر التعلم مدى الحياه. وكنا توقفنا عند هذه الشريحه حيث كنا تكلمنا على التعلم المؤدي للاستكشاف واخذنا انواع منه، وحين نتكلم على النوع الثالث وهو التعلم من خلال الممارسه حتى القراءه، امتداد تعلم مدى الحياه. فأنت في الحقيقة دائما كل ما شاركت في أي مشاريع وبرامج مختلفة كل ما تنوع عندك قدرتك على التعلم مدى الحياة. فمن الملاحظة أن الإنسان حينما يمر في التحفيز والاستخدام للخبرة المتراكمة وكتابة الكتب والمذكرات أو الممارسة لما تعلمه مباشرة، فهو يستطيع أن يتذكر 90% مما يقوله أو يمارسه. وحينما يدخل في الورش ويعمل أيضا مشاريع مؤطرة وغير مؤطرة ويعد الورش ويعد المحاضرات، فهو في الحقيقة يتذكر 70% مما يقوله. وحينما يتدرب على رأس العمل وأيضا يقوم بالتدريب في مكان محدد ويقوم بزيارات للمعارض والمتاحف والسياحة ويتعرف على الممارسات ويأخذ تطبيقات مختلفة، فهو يستطيع أن يتذكر 50% مما رآه وسمعه. وحينما يقوم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة الأفلام والبرامج الهادفة والاستماع للدروس والاستماع للنقاش، فهو يتذكر 30% مما رآه. وحينما يستمع للدروس فقط ويستمع للنقاش فهو يتذكر 20% مما سمعه. وحينما يقرأ فهو يتذكر 10% مما يقرأه. وحينما يمارس يوميا فهو يتذكر قليل جدا لأنه ينسى ذلك مع الوقت. لكن دائما نركز على القاعدة أن الممارسة وما يتعلق فيها من إعداد محاضرات وتحفيز الآخرين وكتابة الكتب والدخول في مناقشات والسفرات والتواصل مع الآخرين وإعداد الورش والتدريب، كل هذه تعتبر نوع من التعلم الإيجابي لتقوم على المشاركة في صناعة التعلم التفاعلي. أما حينما نتكلم على المشاركة في التعلم المرئي أو السمعي، فإحنا نستطيع نقول أو المشاركة في التعلم اللفظي، فإحنا نستطيع نقول أنه نوع من التعلم السلبي، يعني توجه جزئيا نحو التعلم السلبي، لأن الإنسان مع الوقت هو ينسى أو يتذكر 50% أو أقل مما فقط قرأ أو شاف أو استمع إليه وهكذا دون أن يشارك. كل ما زادت المشاركة كل ما استطعنا أن نصل إلى مستوى أفضل من التذكر والاستفادة والاستخدام في مفهوم التعلم مدى الحياة. إذا نستطيع نقول أن كثافة التعلم هي عبارة عن مستويات، عندنا مستوى الأعلى من التعلم وهو التعلم الذي نعمله من خلال المشاركة أو التعلم الذي صنعناه في بداية أعمارنا، ثم عندنا المستوى الثاني من التعلم وهو يأتي في الأعمار من 10 إلى 30، ثم المستوى الثالث من التعلم وهو التعلم الذي يأتي مع سن 40 فما فوق. وهذه أنواع من التعلم وكثافتها تعتمد على هذا ما ذكرناه سابقا في طبيعة ما سنتذكر من التعلم الإيجابي أو التعلم السلبي. كثافة فرص التعلم أيضا هي إذن عبارة عن مراحل. مرحلة التعلم الأولى هي مستوى التأسيس، مرحلة الإلهام، هنا تكون لها دور وزارات مثل التربية، لذلك نقول وايد مهم وزير التربية دوره والمسؤولين عن التربية والتعليم في الدول مهم جدا، لأنهم هم يؤثرون على جيل أجيال كاملة، 3 أجيال أو 4 أجيال. فلذلك افترض وزارة التربية عندهم يعني دائما يضع لهم خطة 5 سنوات يكون واضح النتيجة مالتهم وتقاس نتيجتهم من الدفعة الثالثة، خلاص يكون واضح أن من الدفعة الثالثة ما استطاع يسوي شيء إن شاء الله، والأصل يتم 5 سنوات فقط لا يزيد، يستلم بعده من السنة الرابعة يبتدي واحد ثاني يكون معه لحيث أساس أنه ما يدمر البلد، أو إذا يكون خطته غير مستدامة، وإذا خطته جاهزة وتدخل في سياسات الدولة ويتم المحافظة عليها كسياسة بغض النظر عن تغير الوزير. ولذلك نقول ان احنا هني تمين يعني
لذلك نقول احنا قمنا بالكثير من المشاريع التي تتعلق في تعزيز توفر الملهمين من خلال الملهمين، كيف ان احنا نطلع ملهمين من خلال الملهمين في داخل العملية التعليمية التعلمية، كيف نوفر مصادر الملهمين في داخل المدارس، كيف نحسن توفر مدارس المستقبل التي تصنع الملهمين أكثر من شكل المدارس فقط والمباني والأدوات وهكذا، كيف نوفر النقل المعرفي من الطلبة إلى وزارة التربية والتعليم لكي تتعلم منهم، لأن الطلبة أيضا هم يتعلمون بشكل أكبر، 99% اليوم يتعلمون من الإنترنت، وما يمكن الوزارة تحتاج إلى تطوير، وبالتالي هم لما يعلمون الوزارة هم يصيرون هم يعني teaching is learning، يبتدون هم يتعلمون أيضا كطلبة يعرفون قدراتهم. وأيضا مشروع تحسين جودة الحياة من البيئة المدرسية، أيضا من المشاريع التي احنا عملناها في البحرين، هاي مشاريع نقول لكم إياها طبقناها وعملناها في البحرين. أيضا مستوى التعلم الثاني الذي عملناه مستوى التأهيل، وهي مرحلة الكفاءة والتنافسية، مع هي ضمان جودة التعليم والتدريب، قمنا بمفهوم الكفاءة في التنافسية، كيف أن المدارس هل فعلا عندهم كفاءة في مفهوم التنافسية، ولو بس معايير يعني تقيمون على أساسهم يحسبون مثلا والله هذا ممتاز هذا جيد هذا كذا، لا يفترض هل هم فعلا أخرجوا طلبة مميزين منافسين عندهم قدرة عالية على مواجهة الصعاب. ونفس الشيء بالنسبة حق جامعة البحرين اللي هي جامعة وطنية رئيسية، ممكن يقاس طبعا على كل الجامعات، مفهوم الإرشاد الأكاديمي دوره قبل وبعد ونهاية الدراسة الجامعية، وكيف إن له تأثير، هل فعلا أثر في حياة الإنسان واختيار المسارات الصح. وهذه طبعا تقدر تشوفها انت في الريونيون، تشوفها لما يتجمعون الناس في الدفعات الاخرى، يتجمعون ويتكلمون عن تجاربهم وماذا استفادوا من الجامعه. ايضا مستوى موائمه مع سوق العمل، لان سوق العمل متغير، فنحتاج نعزز الاصول المعرفيه بشكل عام، ولذلك نقول مثلا وزاره العمل دورها اداره الاصول المواطنه او البحرينيه احنا في هذه الحاله، المجلس الاعلى للتدريب، الفندقه زائد اقتصاد المعرفه او التخصصات، يعني دخول في عده تخصصات، يعني اخذنا الفنادق كمثل، وزاره التجاره متابعه الرواد، كيف ان عندها رواد اعمال يفترض ان هي تتابعهم تعطيهم الاولويه وتعطيهم الدعم والتمكين بحيث ينجحون، وليس تعطيهم فقط تمكين ثم تتركهم. وزاره الصناعه متابعه الفنيين، هل فعلا البلد قاعد يتطلع فنيين بشكل مناسب ولا لا؟ المجلس على المراه، هل هو قاعد في اداره ودعم مؤشر للتعلم مدى الحياه ام لا؟ فهذه كلها يدعم في الأخير مفهوم وفرص التعلم التي موجودة في البلد. إذن لو حبينا نبني جسور لمؤشر التعلم مدى الحياة حسب الجهات التي يفترض أن تتعاون في هذا المؤشر، نستطيع نقول مثلا لو على وزارة التربية والتعليم فهي عليها الدور الأساس، وهو دور التأسيس، دور تأسيس الطلبة الشباب المواطنين بحيث أنهم يكون عندهم قدرات عالية وهي في مرحلة التأسيس. ثم عندنا في دور للتأهيل اللي هو بناء الكفاءة والتنافسية، وهنا تأتي أدوار مثل هيئة ضمان الجودة، جامعة البحرين، الكليات مثل البوليتكنيك في البحرين مثلا، ديوان الخدمة الذي هو يعني خدمة الذي يحمل على الموظفين وإدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي، ثم أيضا تو التطبيق والمطابقة، وهنا تأتي دور وزارات العمل والتدريب النوعي والصناعة والتجارة والمجلس على مثلا المرأة، إذا في مجلس على المرأة أو مجلس على الشباب، الجهاز المركزي المعلومات لأنه يساند أيضا توفر معلومات بطريقة سليمة. لو أردنا أن نضع تفاصيل لمؤشرات وطنية للتعلم مدى الحياة، فنستطيع نقول أنه سوف يبدأ بمعدل الإقبال على برامج التعلم والتعليم الذاتية من قبل المواطنين، ونسبة المراكز والمصادر المتخصصة والمتاحة للمواطن للتعلم الذاتي، ومعدل الزيادة في برامج التبادل المعرفي والخبرات بين الموظفي الحكومة، وأيضا نسبة الخبرات المساهمة في برامج عمل إقليمية أو عربية أو عالمية، ومعدل الزيادة في الكفاءات والكوادر المشاركة في برامج التعلم المستمر، ومعدل الزيادة في فرص التعلم المستمر، ومعدل الإقبال على البرامج التعليمية والتأهيلية الهادفة للحصول على درجات علمية متخصصة خارج سياق التعليم الرسمي والنظام، ونسبة الزيادة في البرامج التعليمية التعلمية الموازية للتعليم الجامعي وما بعده. يعني الإنسان يفترض يكون أثناء بعد مرحلة الجامعة سواء في داخل الجامعة أو خارجها في برامج كثيرة للشباب، واللي هي تثقل مهاراتهم وتشجعهم أنهم يحضرون
هكذا برامج لكي يعني تعطيهم أفكار لكي يبدأوا مشاريعهم بطريقة أو بأخرى، وفي كأن حاضنات تدعم هذه أيضا البرامج التي تعمل على عملية التعليم. قيمة ما نتعلم أخواني أخواتي في العصر الحديث من التعليم النظامي بدأ يقل، فإحنا بدأنا نشوف أن اليوم التعلم الذي التقليدي والتعلم ما بعد التخرج نجد أن بعد 3 سنوات ينتهي دوره. لذلك إذا أردنا أن نرفع مفهوم التعلم نحتاج أن نبني التعلم الذي يقوم على الإعداد والجاهزية المستمرة، والذي هو يبني الإنسان الذي عنده مفاهيم التعلم. وهذا لا يتأتى إلا من خلال أن يكون كل المؤسسات عندها معايير للتعلم الذاتي أو التعلم مدى الحياة، ومنها معايير مثل ما وضعناها في البحرين مثلا حق قياس الأداء المؤسسات، وبالذات كان المؤسسات الحكومية، كيف يتم تشجيع مثلا ومساندة أنشطة التعلم لدى المنتسبين، كيف يتم تحفيز وتشجيع الإبداع والتعلم المؤسسي من معارف ذات الصلة. ولاحظوا هاي ترى نجدها في الشركات الكبرى، في شركات مثل جوجل مثل أبل مايكروسوفت، سوف تجد أن هذا متطلب أساسي، يعني لازم الإنسان يقف ويتعلم ثم يرجع يتعلم، يعني معناته أنه يدخل في ورشة أو يشارك في مشروع ثم يقف مع نفسه ثم يعني يقول ماذا تعلمه ويشارك الآخرين فيه. وبالتالي احنا نتكلم على أيضا معيار يقوم على تطوير مفهوم العقول المتفتحة من خلال لا تعلم وإعادة التعلم. ماذا هو الشيء الذي احنا يفترض أن احنا تخلصنا منه عشان تعلمنا شيء جديد؟ لأن الإنسان ده يخلي الشيء القديم متواجد في عقله، خاصة اللي يتعلق في نفس الشيء الذي احنا يعني قاعد نتعلم الآن، لن نتعلمه. لماذا؟ لأن الشيء القديم هو ما أخذ محله. إذن أيضا كيف تقوم المؤسسات بتحليل أنشطة التعلم، سواء قدرتها على أن هي تصنع فرص جديدة، تعمل دراسات وأبحاث، عندها زيارات ميدانية، عندها مؤتمرات مستمرة للنقاش وزيارات أفضل الممارسات، وبالتالي كيف تقوم أيضا المؤسسات باستحداث سياسات واستراتيجيات مبنية على التعلم والإبداع. أيضا من المعايير المهمة للمؤسسات كيف تقوم بابتداع طرق تشجع تميز المنتسبين أو المواطن على فرص التعلم على مستوى الأفراد وفرق العمل والمجتمع بشكل عام. والمعيار السابع كيف تتم الاستفادة من آراء المتعاملين والمعنيين من أنشطة التعلم في تحديد الفرص، فرص التحسين والتطوير وترتيب الأولويات. والمعيار السابع كيف تتم وتتحقق في المؤسسة قياسات صحيحة في مجال قدرتها على التحفيز والتشجيع للعاملين في مجال التطوير المهني والتواصل الداخلي وتفويض الصلاحيات وفرص التعلم وتحقيق الإنجازات. أتوقع أقف معكم أخواني وأخواتي عند هذا الفاصل ونواصل معكم إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرا لكم.